اسمي آمال عمران من دير الزور، عمري 18 سنة. وقت كنت بسوريا عمري 16 سنة وجيت على تركيا. صار لي تقريبا باليونسيف صار لي سنة ونص. اسمي محمد محمود تل رفادي، أنا من سوريا محافظة مدينة حلب، عمري 18 سنة. وقت كنا بسوريا جينا لي جاي مثلا بالغربة أو هاي أحيانا أتذكر سوريا، ما الشيء اللي يبسطني مو كنت بسوريا مبسوطة، أجي لي جاي يكون مبسوط باليونسيف كأني يعني. لما دمرت المدرسة شفته أنا، رحت على المدرسة شفتها، المدرسة كانت مهدومة، طلعت لوحتي اللي كان اللوحة كان يكتب عليها الأستاذ اتدمرت، علمي حسيته سقط نزل، يعني ما ضل لي مستقبل لحتى. وعاني اليونيسيف وعاني وخلاني أصحى، يعني مثل كنت ولد صغير صرت شاب كبير، وعاني علمني كتير شغلات. كنت أكثر شيء إنه بيوم بأيام فراغي وهاي أكثر شيء أحبه الرسم، بدي بس إنه أخلص التمر بسرعة مشان أدخل الجامعة. أحب إنه أدخل الصحافة. أنا هون هلأ بفتكر بتركيا، لما جيت لهون قررت إنه يعني هلأ حلمي يصير صحفي. أستاذ لازم يكونوا إيد واحدة، لازم يضلوا إيد واحدة وما يفترقوا، شو ما صار بينهم مشاكل أو خلافات ما يفترقوا ويضلوا إيد واحدة ويخلي يكون بيناتهم المحبة.